السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واش راكم؟ لاباس بخير؟ متابعي قناة تاعنا تكنولوجي صوفي، مرحبا بكم ونهاركم مبروك. بون، المشكل اليوم توجور مع الجريت وور ان 5 في في تي. عندنا الاخ هذا كان بعث لي فيديو وحبيت ندير واحد الشرح عليه. بون، عنده السيارة الديراتي وفيها حس تاع تقرقيب لي بوسوار، جو كرو لي بوسوار. بون، احتمال كبير عندها لي بوسوار راهم يقرقبو، ماهمش مريقلين، ولي بوسوار يديرو بزاف تاع المشاكل، من بينهم الديراتاج هذا كيما نشوفو. المحرك ما يدورش رون، يديراتي يوقع فيه الهز كيما نقولو، يديراتي، والتقرقيب ونقصان تاع التيراج عليه، يولو لي سوباب ما يفتحوش في الوقت تاعهم كيما نقولو. خاصة احنا عندنا هنا محرك هنا في في تي، يعني فايفينغ تايم، فالف فايفينغ تايم، يعني كيما نقولو حزام التوقيت كيما نقولو، فيه يتمشى بالوقت، يشعل كيما نقولو يحل ويبلع، يقدر يزيد وينقص في لافونس كيما يبغي هو، يعني على حسب الحاجة تاع المحرك. ولهذا انا ننصح خويا هنا يروح يبدل لي سوباب، يفتح ويشوف لي بوسوار، يبقاو يدوروا في الفيد هكاك تا يرجلوا لها لي بوسوار، يجو نيشان ميبقاوش يقرقبو، باه ترجع السيارة للحساب تاعها نيشان كيما نقولو. باسكو لي بوسوار يديروا بزاف تاع المشاكل في السيارة. هذا فيما يخص الفيديو تاعنا اليوم. ما تنساوناش بالاشتراك والجيم والبارتاج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتلاقاو في